حالة من التعايش الجميلة جدا منطقة سكة العبيد. الغالبية اللي هم أصحاب البشرة السمراء والأقلية هنا اللي هم أصحاب البشرة البيضاء. حيدر وعلي هم أصدقاء، حيدر أسمر وعلاوي أبيض. فخلي نشوف صداقتهم هذه، نسولف وياهم. فرحان أنت؟ أنت فرحان بصديقك لو فرحان شنو؟ فرحان بكل يعني بكل. أنت قصاركم أصدقاء؟ صارنا يعني من الزقر، هو كان عمره 6 انا كان عمري 5 من الزقر يعني. وهسه انت ايش قد عمرك؟ 10. هو عمره 10 انا عمري 9. هسه انت هم تسولف بمكانه مو عادي؟ يعني لو ما تسولف بمكانه. هو بنفس المدرسه؟ ايه نفس المدرسه ونفس الصف. نفس الصف؟ ايه. ها تقرون سوا انتم؟ ايه. زين انتم يعني من اول ابتدائي وقبل ما تسجلون بالمدرسه انتوا من اول ابتدائي للثالث. انت يابا انتوا اقليه هنا بس كنت هو يسولف. انت حيدور يسولف؟ نعم. انتم قبل المدرسه اصدقاء لو شو وقت اصدقاء؟ قبل المدرسه. قبل ما تسجلون بالمدرسه اصدقاء؟ اي. تروحون وترجعون سوا لو شنو؟ اي نروح نرجع سوا. ها اكو فرق بيناتكم لانه هو ابيض وانت اسمر؟ اي. فرق اكو واحد يقول لك لان صديقك ابيض؟ لا. يعني ماكو فرق. انت علاوي اذا نقول لك اكو فرق بينك وبينه؟ لا ماكو فرق. كل احنا اخوان. ايه. شو يقولوا لك اهلك؟ هم يقولوا لك انت ليش صديق؟ لا اصلا شو اسمه؟ امي كل ما هذا تقول لي اذا قلت شيء اسمه عبيد تقول كنا عبيد الله. الله. سبحان. يعني اذا واحد يقول لك هذا صديقك عبيد امك تقول لك قول لك كل احنا عبيد الله. يعني انت اقرب صديق لك هو حيدر. هو حيدر. تلعبون سوا؟ تطلعون سوا؟ نلعب سوا، نطلع سوا. قبل لا نسجل مدرسه حتى من الزغر كنا هالشيء 5 سنوات شيء وشني هم نلعب. يعني مثل اخوك. هو اخوك. هو مثل اخوك. مثل اخوك.